السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء من عاصمة الخبر، أهلا بكم. عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة تفجير سد كاخوفكا الأوكراني بناء على طلب من روسيا وأوكرانيا. وخلال الجلسة حذرت الأمم المتحدة من أن تفجير السد الأوكراني ستكون له عواقب وخيمة على الحياة المدنية والبيئية. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث إن 40 بلدة غمرتها المياه في خرسون جراء التفجير، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستعمل على تقديم مساعدات للمتضررين. من جانبه قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إن أوكرانيا فجرت سد كاخوفكا لتحقيق منافع عسكرية، وأضافت أن ما قامت به أوكرانيا عبر استهداف البنى التحتية يعتبر جريمة حرب وعملا إرهابيا، موضحا أن سلطات كييف تسعى لحرمان سكان القرم من المياه. في السياق ذاته اتهم المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة روسيا بالمسؤولية عن تفجير سد كاخوفكا، وأكد روسيا أو أكد أن روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير السد واصفا إياه بالعمل الإرهابي، مضيفا أن بلاده بدأت في تنظيم عمليات إجلاء للمتضررين من تفجير السد. بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اجتماع في جدة بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لا سيما في مجالي الطاقة النظيفة والتكنولوجيا. وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنغولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنغولا، وذلك في مستهل جولة إفريقية تشمل أيضا زامبيا وموزمبيق. قالت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الرئيس السيسي سيشارك غدا الخميس في أعمال القمة 22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميسا بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا. ختام الموجز، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.